نحن في شهر رمضان الذي ألغيت فيه موائد الصائمين، لكن هؤلاء أبدعوا أسلوباً جديداً لمساعدة المحتاجين، فهم يعدون يومياً وجبات لهذه الفئة انطلاقاً من مساعدات تصلهم من الأصدقاء والمقربين. كل يوم بيجينا أغراض هنا، الموجود كله بنعمله ونطبخه، بيطلع من 800 ألف 1200 وجبة اللي ممكن نعمله نحن التيم بورك تبعنا ومشتغل عليه، اجتهاد المتطوعين برضو، والعربيات كلها بتيجي بتركن بيعبوا بياخدوا ووزعوا بكل حتة عشوائياً، غير ما يكون في منطقة مستهدفة تماماً، أي حد بالشارع المفروض يكون عم بيأكل وقت الإفطار. في الأصل هؤلاء عمال مطعم أحد الفنادق، ولما أغلق الفندق جراء أزمة فيروس كورونا فكر المالك وأصدقائه في تحويل المحل لمساعدة كثيرين. أكيد في جمعيات أكبر منا بكتير عم يوصلوا على البيوت وعم يوصلوا على كل القرى اللي بعيدة، نحن منا هالقد كبار، يعني نحن بنعمل على قدنا 300 400 500 وجبة وبنوزعهم على الناس اللي في الشارع. اي حدا بالشارع ما في بيده اكل بين الساعه 6 و7 هو اللي بنعطيه اكل، ان كان شرطي ان كان فقير ان كان عم يشحد ان كان موظف بنك واقف برا وناطر مواصلات بنعطيه اكل، ما في يعني حدا معين. حتى هؤلاء يتطوعون بسياراتهم في المبادره لتوزيع الطعام في الشارع قبل ساعه الافطار بمختلف احياء العاصمه وضواحيها. مشاهد التكافل الاجتماعي والمبادرات التطوعية لم تكن أبداً غريبة عن المشهد الرمضاني في مصر، لكنها قد تزداد هذا العام عن السابق لكثرة المحتاجين والمستحقين بعد الظروف الصعبة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.